يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وأمور هامة جدا هنتكلم عنها بخصوص النادي الأهلي تحديدا، وعندنا بعض الأخبار المتعددة في الجوانب المحلية والعالمية وأمور كتير جدا هنتطرق ليها مع حضراتكم. دايما الأهم تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال بيتعلق في اعتقاد حضرتك، شايف مين اللاعب اللي كان في الأهلي يستحق التواجد في منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وهناخد تعليقات حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد. كمان عندنا العناوين، عناوين مهمة جدا لحلقة اليوم نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم. الأهلي ينتظر موقف القيد المحلي قبل نهائي إفريقيا. أما في الترند العالمي، إصابة ثنائي ريال مدريد بفيروس كورونا. تفاصيل كتير جدا هنتكلم عنها في حلقة اليوم، وخصوصا أن الفريق الأول لكرة القدم هيستأنف تدريباته استعدادا للمرحلة الهامة جدا طبعا المقبلة، واللي تتمثل في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري أمام نادي الزمالك في مباراة هتكون للتاريخ بإذن الله. نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طبعا المتابعة كلها هتبقى بخصوص هذه المباراة، وكلامنا كله هيكون بخصوص هذه المباراة، مع احتمالية ان يكون في مباراة في كاس مصر قبل المباراة النهائية دي لبطولة افريقيا بحوالي اسبوع او 8-9 ايام يعني. فهنفضل متابعين طبعا كل ما هو جديد، لكن خليني اقول لحضراتكم اهم مباراة اليوم في مختلف الدوريات الاوروبية، وتحديدا اهم ثلاث دوريات قبل ما نخش كمان في تفاصيل حلقة النهاردة. الدوري الانجليزي النهارده، ايفرتون لعب مانشستر يونايتد، مباراه انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-1 في مباراه كانت قويه جدا، تقدم فريق ايفرتون وقدر فريق مانشستر يونايتد ان هو يرجع في المباراه بنتيجه كبيره. اهم ما يميز هذه المباراه او ابرز ملامحها طبعا ان برونو فرنانديز طبعا نجم مانشستر يونايتد احرز هدفين وصنع الثالث لإيديسون كافاني، اولى اهدافه في الدوري الانجليزي. الساعه 5 مباراه اخرى ما بين كريستال بالاس وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، وهي بتلعب في هذه اللحظات او ابتدت خلاص، والساعة 7:30 تشيلسي مع شيفيلد يونايتد، والساعة 10 بالليل ويست هام مع فولهام. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. الدوري الاسباني، هويسكا مع ايبار مباراة تتلعب، وايضا برشلونة مع ريال بيتيس دي الساعة 5:15، وفي مفاجأة جدا كبيرة جدا بخصوص هذه المباراة، وهو تواجد ميسي على دكة البدلاء. هل الموضوع ليه علاقة باللقطة الأخيرة اللي هو كان بيمشي فيها جنب الكورة كده في المباراة الأخيرة برشلونة؟ لا، لكن ده في الآخر كان قرار كومان المدير الفني الهولندي للفريق. الساعة 7:30 إشبيلية مع أوساسونا، والساعة 10 بالليل أتلتيكو مدريد مع كادش. الدوري الإيطالي، كالياري مع سامبدوريا الساعة 4 ده تلعب أو بيتلعب في هذه اللحظات، والساعة 7 مباراة ما بين بنفنتو وسبيزيا، والساعة 9:15 بارما مع فيرونتينا. دي أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية وأهم ثلاث دوريات في أوروبا تحديدا. بعد الفاصل في كلام مهم زي ما أنتوا تعودتوا مننا، وكلام لازم نوضح فيه أمور كتير جدا لكل جماهير النادي الأهلي. استنونا بعد الفاصل.